تطور الأحداث بصورة درامية في اليمن، احيانا يراها البعض انه قد يعني تتطور الصوره الى شكل اشكال ايجابيه، البعض يراها لا ده احنا كده نذهب الى وضع اكثر قتامه. المهم انه الازمه للاسف الشديد موجوده في اليمن، والازمه الحقيقيه هي ازمه المجتمع اليمني، الازمه الانسانيه، ازمه الاطفال اليمنيين، ازمه الاكل والشرب والدواء، ازمه الحياه قبل ما تبقى ازمه سياسه وازمه يعني حاله ضرب عسكري متبادل. ولسه حالا كنت بقول لضيفنا العزيز انه اليمن بالنسبة لي قضية شخصية أو قضية عائلية، أبويا رحمة الله عليه شارك في الثورة اليمنية سنة 1962، خالي الله يرحمه استشهد في حرب اليمن وكان ضابط صاعقة في 1966، خالي الكبير كان بيشتغل في برنامج الأمم المتحدة للإصلاح المالي والضريبي في اليمن أظن لحوالي 12 سنة يعني. فاليمن بالنسبة لي اهتمام حقيقي، ثم يأتي الموضوع إلى اهتمام إنساني باعتباري بني آدم حقيقي يحاول قدر الإمكان أن يكون إنسان بما تعنيه الكلمة من معنى. خلونا نرحب داخل الاستوديو بضيفنا العزيز الأستاذ محمد يحيى الصبري، عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني. منورنا داخل الاستوديو. الله يخليك يا يوسف، أنت اللي منور. ربنا يخليك يا رب. شكرا لك مشاعرك الجميلة تجاه اليمن، قضيتنا كلنا يعني طبعا. لو صح التعبير هنا يجي سؤال، الحوار الوطني اليمني لا يزال قائما؟ اولا يعني انا حبيت ان انا اعرف نفسي في مؤتمر الحوار الوطني من شان اتوقع ان يكون هذا هو السؤال. حلو. القائم. اليمن، اليمنيين خاضوا حوار بعد ثوره 2011 من اهم الحوارات الوطنيه التي جرت في المنطقه العربيه بشكل كامل، وتوفقوا الجميع بان يخرجوا بمخرجات مؤتمر حوار وطني وضعت اساس العلاقة الاجتماعي جديد بعد فتره حكم استمرت لعلي صالح 33 سنة كانت فيها كثير من البشاعة وفيها كثير من هذا. اليوم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تسأل عليها، اليوم هي أساس قرارات مجلس الأمن الدولي، وهي أساس حكومة التوافق الوطني القائمة الآن والمعترف بها دوليا، وهي البصيص الأمل الموجود المرفوع وسط ظلام الأزمة القائمة اليوم أمام اليمنيين. لا بد أن الحرب هذه ستنتهي، ولا بد أن الأزمة هذه ستنتهي، لن تطول إلى ما لا نهاية، لكن حين تنتهي هذه الأزمة وينتهي هذا الحرب إلى أين سيذهب اليمنيين؟ لابد أن يكون أهم سؤال. أيوة، لابد أن يكون لديهم شيء، كتاب، وصفة علاج، روشتة معينة، خارطة الطريق. خارطة الطريق، خارطة الطريق بالضبط. فنحن بنعتبر أنه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي جاءت نتيجة حوار اليمنيين بكل مكوناتهم وفئاتهم، الشباب، النساء، الانفصاليين، الوحدويين، حتى ما فيهم جماعة الحوثي اللي عملت الانقلاب، ما فيهم جماعة صالح التي وقفت مع الانقلاب واللي وقفت مع الشرعية، كل هؤلاء اجتمعوا لمدة 9 أشهر وتحاوروا وخرجوا مخرجات مؤتمر حوار وطني، أرست العقد الاجتماعي وخارطة الطريق لليمن. ونحن لا نزال اليوم نقول أنه لن نستطيع كيمنيين وسط هذا الظلام الدامس، وسط هذه الأزمة المفجعة اللي احنا نعيشها، أن نخرج بخارطة الطريق غير خارطة الطريق هذه اللي خرج بها اليمنيين في عام 2014. طيب جيد أن دي يكون مخرجات الحوار الوطني، لكن هل أقدر أقول أنه دي رؤية سابقة للحوار الوطني؟ بمعنى متى كانت آخر جولات هذا الحوار يعني؟ لهذا السبب نعتقد أنه توقف؟ لا يعني نحن شوف، الحوار الوطني في اليمن ربما اتخذ مجموعة محطات مهمة جدا للمشاهد أن يفهمها أو يأخذ فكرة عنها. كان في حوار سياسي بين الحكومة وبين المعارضة، ولكنه لم ينتهي في ظل أزمة النظام السياسي، لم يصل إلى نتيجة. ثم جاءت ثورة 2011، و ثوار طبعا في الميدان تجمعوا بمئات الآلاف وعاشوا سنتين في الشوارع، لكنهم لم يكونوا يستطيعوا أن ينتجوا خارطة الطريق من المخيمات ولا من الاعتصامات. فكانت الانتقال إلى الحوار الوطني الذي جرى التأسيس له والترتيب له قبل الثورة، يعني كانت فكرة الحوار الوطني الشامل للخروج من الأزمة مطروحة عند الجميع، إنه ما هو المخرج من أزمة البلد، كيف نستطيع أن نتجاوز إخفاقة النظام، كيف نستطيع حتى نتجاوز ضعف المعارضة. كان أنه الحوار الوطني الذي رسول جاءت الثورة وفتحت الباب لكي ندخل في حوار وطني، أتى بهذه المخرجات. بل ضمن أسباب الأزمة أو أسباب الانقلاب الذي جرى من قبل صالح والحوثيين، أنهم أدركوا أن مخرجات الحوار الوطني ستحاصر
مناطق نفوذهم، لأنه فيها من القواعد المؤسسة للدولة، مثلا الإقرار بالدولة الاتحادية أن اليمن يتحول إلى دولة اتحادية فيدرالية من 6 أقاليم، على اعتبار أنه واحدة من حلول مشكلة الهيمنة المركزية، مشكلة الاستئثار بثروة البلد لصالح المركز، واحدة من المخارج التي يمكن أن تشكل بديل لهيمنة منطقة أو جهة، بحيث أن اليمنيين يستطيعوا من خلال الأقاليم الستة أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم بطريقة صحيحة. ألا تعتبرون أن ذلك وضع خطير؟ يعني أنا أفهم كويس أن الإمارات اتحاد فيدرالي، أفهم أنه العراق اتكتب له دستور في 2005 على أن يكون اتحادا فيدراليا فتحول إلى اتحاد المحاصصة، أفهم أنه لبنان تبدو أنها محاصصة ولكنها فيدرالية محاصصية لو صح التعبير، أفهم الولايات المتحدة الأمريكية اتحاد فيدرالي، لكن اليمن بكل ما يموج به من حركات سياسية تذهب من أقصى اليسار وحتى أقصى اليمين، ألا تعتبرون أنه اتحادا فيدراليا في اليمن من 6 مقاطعات أمر شديد الخطورة على وحدة اليمن؟ شوف، يعني كل ما تطرحه من مخاوف ناقشوها اليمنيين وطرحوها وتناقشوا بكل شفافية حولها، لكن ربما أنه الفكرة بحد ذاتها بقدر ما تحمل كثير من المخاطر فيها كثير من الفرص. الأفكار السياسية بطبيعتها في أي زمان في أي مكان تجاه، وصحيح أنه ليس من السهولة بمكان أن تحول دولة بسيطة إلى دولة فيدرالية، كما أنه من الصعب جدا أن تحول دولة فيدرالية إلى دولة بسيطة. في مخاطر بالتأكيد في ظل ظروف البلد المتخلف، لكن إذا أخذت منطقة الفيدرالية فقط وكأنه هو الحل الجذري والوحيد الذي سوف يحل مشكلة اليمنيين، بالتأكيد سنقف عند المخاطر التي تشير إليها. يعني أنا مش عاوز تكرار سيناريو العراق. أيوه بالضبط، لكن نحن نقول أنه هذه واحدة كانت من المخارج، لكن إلى جانبها كان هناك كثيرا من القرارات التي اتخذت بشكل إجماع وطني، ما يتعلق بإصلاح النظام السياسي، ما يتعلق بمحاربة الفساد، ما يتعلق بالوظيفة العامة، ما يتعلق كل قضايا الدولة، نوقشت في هذه المخرجات واتخذ بشأنها قرارات، بما في ذلك الحكم الرشيد وسيادة القانون، بحيث كان رأيي أن نحن مثلا نحن تيار سياسي كنا لا نؤمن بهذه الفكرة اللي هي الفيدرالية. أنا أنتمي للتنظيم الوحدوي الناصري، يعني الناصري وقومي ومؤمن بالوحد، بل ويعتبرون أحيانا أننا شوفانيين في هذه المسألة، لكن كنا نرى أنه أخذ هذه الفكرة إلى جانب الإصلاحات العامة للدولة أمر مهم، على اعتبار أنه اليمنيين لابد يبحثوا عن مخرج، خصوصا أنه البلد يعني عبارة عن دولة جديدة متحدة، يعني هي دولة اتحادية من الأساس من الجنوب ومن الشمال، وتسمع عن توكل كل يتابع بعد حرب 94 كيف البلد عاد من طبيعة الوحدة المجتمعية إلى أن ينفصل مجتمعيا. واحدة من مخارج القضية الجنوبية اللي كانت أحد الحلول التي طرحت للقضية الجنوبية أن يجري يعني إعادة تشكيل إدارة الدولة، يعني بمعنى أنه منطقة الفيدرالية لا يعني صناعة دول في الداخل. مشتيش أناقش الفكرة وأدافع عنها، لأنه أنا مؤمن أنه أيا كانت العيوب التي في هذه الفكرة وأيا كان ما طرحه الحوثيين أو ما طرحه صالح حينها من أنه هذه الفكرة ستقسم البلد وستذهب به بعيدا، نحن نؤمن أنه كل الأفكار قابلة للحوار. كان يكفي أن يتم الاعتراض على هذه الفكرة وأن لا يذهب الناس إلى السلاح ويمسكوا السلاح من أجل أن يوقفوا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. طب حضرتك تتفق ولا تختلف على أنه نشوء أو بزوغ أفكار الاتحادات الفيدرالية عقب نزاعات مسلحة هو بنفس خطورة وجود النزاعات المسلحة، لأنه ما هياش فيدرالية قايمة على الفكرة الوحدوية، يعني ما هوش الاتحاد الإماراتي، مفيش نزاع مسلح، نتكلم على تراكم رأسمالي، علاقة نسب ومصاهرة مع كافة قبائل الإمارات 7، الكل يقف تقريبا في نفس مربع الخلفيات السياسية إذا صح التعبير. اليمن الوضع مختلف، مصر مختلف، العراق مختلف، سوريا مختلف، وعقب نزاع مسلح، دي كارثة. أنا اللي يهمني أحلام الانفصال هتفضل دايما موجودة. أيوة، اللي يهمني أنه الوحدة الوطنية في اليمن كانت مهددة بسبب حرب 94 الذي قادها صالح ضد الجنوب، وخلق جرح اجتماعي شديد الخطورة لا زال إلى اليوم لم يندمل، جرى فيها امتهان الناس وبعد ذلك إقصاءهم من الوظيفة العامة وتهميش الجنوب وتهميش أبنائه والتعامل معهم كأنه قطعة أرض ضمها صالح إلى
أراضيه يعني، كانت واحدة من هذه المدخلات. لكن دعنا لا نخوض في هذا الأمر كثير اليوم إلا من زاوية، إذا كان هناك من يعتقد أن هذه الفكرة هي التي أشعلت الحرب. لكن أقول لك أنه يعني واحدة من مخرجات الحوار الاستراتيجي، لكن هناك مخرجات استراتيجية أخرى لها علاقة بطبيعة النظام السياسي ما هو، ولها علاقة بطبيعة إدارة الدولة ما هي، ولها علاقة بالحكم الرشيد وتطبيق سيادة القانون وإقامة القضاء العادل. يعني هذه المخرجات كلها إذا أخذتها بالمجمل نحن بنعتبرها خارطة طريق مطمئنة. حتى الأفكار اللي احنا مختلفين عليها، هذه قاعدة الحوار التي أنتجت هذه المخرجات هي نفسها القاعدة التي يجب أن تعدل هذه المخرجات. طيب أنا هذا هو خارطة الطريق الرئيسي. ماشي، هستأذن أروح لفاصل، أرجع بعد الفاصل نحاول نشوف المستقبل السياسي لليمن بعد دعوة حزب المؤتمر والسيد علي عبد الله صالح إلى العودة مرة أخرى لو صح التعبير إلى مخرجات المبادرة العربية ومخرجات الحوار الوطني. يعني إحنا بنرجع تاني لورا، طب كان لازمته إيه كل بحر الدم اللي إحنا مرينا بيه؟ وبالتالي ما هو مستقبل اليمن؟ مستقبل السيد علي عبد الله صالح سياسيا داخل اليمن ولا خارجها؟ ومستقبل الحوثيين وليس عبد الملك الحوثي، نزع سلاح والاندماج داخل العملية السياسية اليمنية ولا رفض ووجود لفكرة أنه الحوثيين طيار؟ لا مش طيار ولا حاجة. فاصل ونكمل الكلام. خلونا بعد إذن حضراتكم نجدد ترحيب الأستاذ محمد يحيى الصابري عضو المؤتمر مؤتمر الحوار الوطني اليمني. وكنت بقول مستقبل السيد علي عبد الله صالح من جهة، مستقبل الحوثيين وليس عبد الملك الحوثي من جهة أخرى، ومستقبل اليمن حتى يعود سعيدا وهو المظلة الأهم والأشمل والأقوى بالنسبة لنا أو الأكثر اهتماما. يعني أسئلة رغم أهميتها لكنها ثقيلة شوية يعني وصعبة، وصعبة الإجابة عليها، لكن نحاول نتلمس من خلال الأحداث القائمة الآن أمامنا التطورات التي جرت خلال اليومين الماضيين. نعتقد أن هناك انهيار في انقلاب غريب جرى في اليمن، وكان متوقع أنه هذا الانقلاب بوضعه الشاذ، لأنه يعني كان خارج عن طبيعة كل الانقلابات في الدنيا. الانقلابات في الدنيا تعمل انقلاب في العاصمة وتحكم البلد من العاصمة يعني. لكن هذا انقلاب دخلوا العاصمة وأخذوا سلاح الدولة وذهبوا يغزوا المحافظات. ليه؟ ما تعرفش يعني إيش الفكرة من هذا الموضوع. كان الانقلاب عبارة عن علاقة شراكة غير طبيعية غير موضوعية ما بين ميليشيات وما بين حزب اللي هو المؤتمر الشعبي العام، بغض النظر عن أخطائهم وسيئاتهم وحكمهم للبلد وفسادهم، لكن بالأخير عملوا يعني تحالف انقلابي مع ميليشيات ليست حزب ولا تنظيم ولا لها في لها عصب أسري فقط لا أقل ولا أكثر. لكن إيش هي بالضبط؟ فراح حزب بتو للأسف علي عبد الله صالح بكل تجربته وخبرته وحتى قادة المؤتمر يذهبون ليتحالفون مع هذه الميليشيات ويعملوا انقلاب، فانقلبوا على الدولة وانقلبوا على العاصمة وانقلبوا على القيم وعلى السياسة. كان متوقع أن يجري فشل وانهيار لهذا التحالف، وهو اليوم يتجرعهم مرارة الانقلاب على الدولة، لأنهم اليوم يتحدثوا عن القانون أنهم متمسكين بالقانون. أي قانون؟ لم تعد لديهم إلا 3 أو 4 محافظات اللي موجودة تحت سيطرتهم، بقية البلد كلها مع حكومة الشرعية. ففي نحن أمام ظاهرة غريبة انهارت لكنها ستخلق مخاطر كثيرة. يعني بمعنى انه هذا الانهيار او هذا الفشل للانقلاب في العاصمة صنعاء محمول بكثير من الاحتمالات الخطيرة، سواء على صعيد ما اشرت اليه في المقدمة وهو كلام في غاية الأهمية، معاناة الناس واوضاعهم، العاصمة فيها 4 مليون انسان ومحرومين من الخدمات ومحرومين من الكهرباء ومحرومين من المياه والخدمات الطبية. هذا الوضع المتوتر والمتفجر في العاصمة صنعاء سيصيب كثير من اليمنيين الموجودين في العاصمة وفي المحافظات الأخرى الموجودة تحت بمخاطر كثيرة. أين سيذهب هذا الفشل؟ سيذهب هذا الفشل إلى مزيد من العنف، مزيد من القتل، مزيد من الدم، إلا في شرط واحد، يعني يمكن أن يتعدل هذا المسار وهذا الخيار.
إذا حكومة الشرعية ممثلة بالرئيس والحكومة المعترف بها دوليا والتي تسيطر على كثير من المحافظات عدلت من وضعها القائم الآن، هذا القسم الموجود الذي هو يدير الصراع انقلاب مع حكومة شرعية، إذا تعدلت حكومة الشرعية بأدائها بوضعها يمكن أن يكون لليمنيين أو حتى لهؤلاء المنتفضين ضد طرف في الانقلاب أو يكون لديهم بصيص أمل أو راية بيضاء أو راية عفو سمي يعني نسميها ما تشاء، المهم بصيص أمل أنه نحن لو انتفضنا على هذا المكون الذي هدم الدولة وهدم السياسة وهدم القانون وخرب البلد يكون في أمل في الطرف الآخر. وضع للأسف الشديد أنا مؤمن بالشرعية وأنتمي إليها وأنا مستشار لرئيس الوزراء، لكني أرى أداء الشرعية فيه مشاكل كثيرة، ولو كان الأداء هذا محسن من وقت مبكر كانت الأوضاع تغيرت كثيرا. الحوثيين وعلي صالح تغذوا لفترة طويلة على فشل الشرعية وفشل أدائها، لأنه لم يقدموا للناس شيء، لا قدموا لهم لا خدمة حتى التعليم اليومي، يعني تخيل 9 أشهر الناس بلا مرتبات، موظفي الدولة كلهم بلا مرتبات 9 أشهر ولا صحة يعني. ولا صحة ولا تعليم ولا. لو كان هذا الانقلاب لأنه شاذ وغريب وخصوصا التغذية الخارجية لهذا الانقلاب، نحن أمام وضع يعني يزداد الشذوذ فيه بشذوذ السياسة الإقليمية. نحن لسنا أمام وضع إقليمي مريح. ما كنت أنت تتحدث في بداية برنامجك قبل هذه الحلقة وأنا أسمعك وأنت تتحدث عن يعني الحديث عن القوى الإقليمية بطريقة فيها من الخلل الذهني وفيها من يعني الحسابات اللي يعني اليمن جرى فيها تدخل إقليمي بطريقة بشعة وطريقة قذرة وطريقة وأيادي لا ترحم. لماذا لا نعرف، في أحقاد تاريخية أحقاد لها لكن هذا هو الوضع. إذن الشرط الأول لتحسين شروط المستقبل حتى لا أكون يعني أحلم من يعني من باب الحلوة، إنه الأحلام الجميلة مش محرمة على الناس أن يحلموا، لابد الشرعية الرئيس عبد الرب منصور وحكومته ونائبه وقواته العسكرية، اليوم في 500,000 جندي يتبع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، إن لم يجري تحسين أدائهم ويعودوا إلى العاصمة المؤقتة عدن. طبعا أنا أريد أن ألفت الانتباه إلى أنه عدن فيها رئيس الوزراء وهو يبذل جهد كبير جدا في المحافظة على وجود الدولة في الداخل، الرئيس لظروف معينة باقي في الخارج، لكن إلى جانب رئيس الوزراء لا يوجد إلا 3 وزراء ظاهرين في الصورة بيشتغلوا، وزير الخارجية ووزير الإدارة المحلية ووزير الإعلام، وين بقية وزراء الحكومة الشرعية؟ لذلك الوضع إن لم يجري تحسن في هذه المنطقة السواد في هذه المنطقة الثانية سيزداد كثيرا. الشرط الثاني تحسين شروط المستقبل، نحن أمام تدخل عربي نحن قبلناه، يعني ما فيش لدينا أي حساسية من هذا الموضوع، على الأقل التدخل العربي الذي أتى جاء بطلب من ناحية شرعية وجاء رد على تهديد حقيقي مش تهديد مفتعل، يعني الحوثيين فعلا يهددوا الإقليم بطريقة غاية في الخطورة، هذه جماعة غير مسؤولة، ليس لديها لا مسؤولية لا سياسية ولا قانونية ولا أخلاقية، والدليل أنه 3 سنوات أثبتوا أنهم بهذا المستوى، يعني ما قدموا شيء آخر يقول غير هذا الكلام. التحالف العربي بقيادة المملكة والإمارات ومصر والسودان أظن أنه عليهم دور بتحسين الأداء العمليات الموجود سواء العسكري أو السياسي أو الأمني وهم متدخلين في اليمن. أظن يعني أنه وضع كمان وده مهم جدا، وضع أو خلق آلية حقيقية لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، هذه واحدة ده أهم حاجة دلوقتي. هذه واحدة من القضايا، يعني مثلا أقول لك على سبيل المثال، كويس أنك ذكرت هذا الموضوع، الآن اليمنيين في البلدان التحالف العربي وضعهم متفاوت من حيث التعامل الإنساني، هذا على الأقل يعني واحدة من القضايا، في لاجئين وفي نازحين وفي متنقلين في مصر وفي السعودية وفي السودان وفي وضع بالتعامل مع اليمنيين في كثير من القسوة، يعني
نحن ابناء تجربه التدخل المصري في اليمن ايام عبد الناصر. مصر حين تدخلت في اليمن جاءت مع المدرس وفتحت مطارات وفتحت الموانئ وفتحت خزائن الدولة وفتحت الإرشيف الإداري يعني كان تدخل يعني بمعنى أنا أتدخل في قطعة من جسدي يعني ما تعاملش معها وكأنها تدعم بلد الثورة اليمنية بلد من جهة وفي نفس الوقت تبدأ تعمل عملية تحديث للأوضاع يعني جاءوا المدرسين جيش المدرسين كان أهم بكثير من الجيش الإداريين الذي أتوا لبناء البلد كان مهم جدا كان يساوي أهمية الجنود المقاتلين الدخول بالقوة الصلبة وبالقوة الناعمة بالضبط لذلك اليوم نحن أمام وضع وكأنه لهذا التدخل لا توجد رؤية استراتيجية للأسف الشديد. طيب أخيرا ماذا ترى في مستقبل اليمن 2018 أنا فاضل لي دقيقة ونص 2018 نتمنى أن ينهار الانقلاب بشكل كامل ولكن أن تتحسن أداء الشرعية وتصبح الحكومة الشرعية موجودة في الداخل وتستطيع أن تدير اليمن بشكل كامل تعتقد أنها قادرة على ذلك؟ طيب تأكيد قادرة والأهم من قدرتها أن هناك دعم عربي ودعم دولي لهذه الحكومة لكن على هذا الدعم العربي والدعم الدعم العربي بالذات عليه أن نتبلور إلى رؤية استراتيجية واضحة لاستعادة الدولة يعني مثلا اليوم التدخل العربي يقول أنا دخلت اليمن من أجل أن أستعيد الدولة وأستعيد حكومة الشرعية لأن لا أستطيع أن أتعامل مع يمن فوضى هذا كلام يعني فيه مصالح فيه مش منطق أخلاقي المنطق فيه ومصالح على هذه الدول المتحالفة أن تجسد هذا المنطق على الأرض الآن وقبل أن تذهب اليمن نحو فوضى أكثر لا قدر الله لا أنا عايز أشكر حضرتك جدا 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 على وجودك معنا النهاردة فعلا لا نتمنى لليمن إلا كل خير وكل سعادة مش لأجل ما نعرفه جميعا أنها بعد استراتيجي ومسألة أمن قومي بالنسبة لمصر المسألة بالنسبة لنا في مصر أبعد من ذلك بكثير نعم. ده شعب وحضارة ضاربة في عمق وجزور التاريخ الحقيقة زيها جزء من زينا. مصر جزء, جزء من مصر جزء من السعودية جزء من ليست أرض في وسط المحيط على الإطلاق اليمن قضية شديدة الأهمية نعم. بالنسبة للمصريين نعم. قبل أن تكون قضية مهمة بالنسبة للأمن القومي المصري أشكرك مرة تانية كل الشكر أستاذ محمد يحيى الصدري عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني من عند المذيع لا لفضلة المجتمع العربي ما هو مقبول في الاتحاد الأوروبي أو موجود مقبول في أوروبا ودول العالم الغربي ألمانيا الاتحادية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها حاجة وخصوصية التجربة في أي منطقة مش بس المنطقة العربية حاجة تانية خالص على كل أهل اليمن أدرى بشعبها تخلص الحلقة لحد كده لو كلنا العمر هنتقابل بكرة إن شاء الله الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة الساحرة كنا معكم يوسف الحسيني وفريق عمل برنامج بتوقيت القاهرة وأرجوك يا أستاذ معتز المطر توخى الحيطة والحرص إن حبيت أنك ترد على الحلقة عايزك كده ترد دايما كده بالتاريخ بالقيمة بالفلوس حقائق وأرقام جو ما بيأكلش سلامات يا حبيبي